اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه. في هذا الدرس راح نبدا نعمل بلينك للشخصيه تبعيتنا، انه الشخصيه تختفي للامام مسافه معينه. يعني لما تصير الشخصيه بدها مثلا تتصادم مع السيارات او مع المجرفات هاي ولا الدبابات، تضغط انت على الزر على الكيبورد فيصير يختفي ومن خلال هاي المجسم بدون ما يتاذى منها. لكن حتواجهنا عده مشاكل، فراح نحل المشاكل بالتدريج اثناء التصميم. ممتاز، نبدا اول شيء نفوت على الثيرد بيرسون كاركتر، نفوت على الملف تبعنا، نشوف لنا منطقه فاضيه وبدنا نسوي البلينك وبعدين نبدا نصلح المشاكل اللي حتطلع معنا. اول شيء بدنا نضغط على الليفت شيفت على الكيبورد، بدنا الزر نضغطه اللي هو الليفت شيفت. الليفت شيفت اللي هي هاي، ممتاز. الان هذا الليفت شيفت هو الشيفت اللي في الجهه اللي صار على الكيبورد، ممتاز. بعد ما اسحب هاي من هون، احنا بدنا نغير موقع الشخصيه. طبعا صرنا محترفين الان في تغيير المواقع، بنكتب ايش؟ ست Actor Location. مليون مرة صرنا عاملين هذا الاشي، فيفترض انت الان صرت محترف في Set Actor Location. في عنا التارجت، التارجت اللي هي السيلف اللي هو نفس الملف اللي هو الشخصية، ممتاز. ما مش انه لما اضغط اغير شخصية تانية، هو السيلف، ممتاز. New Location، وين الموقع الجديد اللي بدها تروح عليه هاي الشخصية؟ تمام. اول اشي بدي اعمله علشان اغير موقع اي شخصية، بدي اعرف موقعها الاصلي، يعني بدي اقول له get actor location. ممتاز، هاي جبنا موقع الشخصية. طيب عشان انا مش هوصل على طول هاي هون، لازم اغير في موقعها. انا عرفت موقعها الان، بدي ازيد على موقعها. الشخصية بتتحرك عندي انا وين؟ صرنا نعرف ان الشخصية بتتحرك عندي انا في الاكس. نطلع هون على هاي اللي هون الاكس واي وزد، فانا عارف ان الشخصية تتحرك في الاكس، ممتاز. فعني في البلينك بدها تصير بنضيف على موقع الشخصية الحالي قيمة في الاكس فقط. طيب خلني اجي من هون. اول اشي ممكن انا افصل هاي، بس انا المرة هاي بدي اعمل شغلة جديدة اتعلمها. خلني اسحب واقول ميك فيكتور. لاحظ المرة هاي انا حطيت الفيكتورز قسمتها بالطريقة هاي بدون سبليتات، وبقدر من هون اعمل بدون بديش اعمل سليفت. بدي اسحب من هون واقول له بريك المرة هاي بريك فيكتور. لاحظ صار عندي هون اكس واي زد اكس واي زد، ممتاز جدا جدا. طيب الان انا ايش بدي اغير؟ الزد نفسها، الواي نفسها، وقلنا الاكس هي بتتغير. طب كم بدنا يمشي في الاكس؟ الان احنا هاي المسافات اللي من هون لهون، خلينا ناخذ مثلا برسبكتيف، ناخذ توب، ممتاز. لو حطيت انا بدل فريم ليت او خليها قلت، بدي الدبابة تقريبا حجمها زي هيك، فلو انا قست من هون لهون يعني هاي هيك 1500 المسافة للبلينك ممكن تكون كويسة. طيب خلينا نجرب 1500، نسحب هاي ونقول اد، ممكن بالطريقة هاي على اوبريتور، او ممكن انا اضغط حرف الزائد، شكل الزائد هذا رمز الزائد بيعطيني هاي، ممتاز. وبوصل هون كم القيمة؟ 1500، منطقية حسب ما شفنا قبل شوي. طيب نرجع على اللعبة ونشغل ونشوف. الآن بدي أضغط شيفت على الكيبورد أنا، لاحظ بسوي بلينك. الآن هاي دبابة مريت من خلالها، ممتاز جدا جدا جدا. لكن في عندي ملاحظة، في عندنا مشكلتين ظهرت لنا الآن. أول مشكلة إني أنا بقدر أظل أضغط شيفتات، لاحظ. طيب والمشكلة الثانية إنه الصندوق اللي على اليمين اللي قاعد بيلحق فيه اللي سويناه في الدرس الماضي، لما أضغط شيفت بمر بدون ما يصدم بالمكعب اللي على اليمين هذا. فلو أنا ضغطت الآن كمان شيفت، لاحظ صارت الآن حوصل لنهاية الجسر والمكعب مش قاعد يتصادم مع هذا المجسم. لاحظ الآن أنا خليته يتصادم، لكن لو أنا عملت الآن شيفت بلينك، لاحظ نزلت الشخصية وكسرنا اللعبة. طيب الآن أنا بدي أحل هاي المشاكل. أول مشكلة بدي أحلها، بدي ألغي، مش هسوي على طول أنا التصادم مع المستطيل. هعمل أول إشي عندي إنه يعمل بلينك واحدة كل فترة زمنية محددة. كيف بدي أعمل هذا الكلام؟ لازم نعمل له شرط. الشرط تعلمنا، قدمني هذول لهون، نزل هاي لتحت، تعلمنا إنه عشان أعمل الشرط دائما بستخدم برانش. طيب خلينا نعمل برانش، ممتاز. هاي عندنا البرانش. طيب ايش بدنا الشرط نقول له هون؟ بنحط فاريبل جديد، بدي اوصل انا شغله هون، بدي اسميها 3 سكند، 3 ثواني. بدي كل 3 ثواني يصير عندي، يصير يسمح له انه ينفذ هذا البلينك. بضغط كومبايل
وبحط علامة صح. إذا كانت صح خليه يعمل بلينك. فالآن لسه ما صار أي إشي، لسه اللعبة بتشتغل وبقدر أعمل بلينكات وما في أي مشاكل. ممتاز. الآن بعد ما يسوي هذا الأمر بدي أسحب هاي وأحطها هون. ست، لاحظ الآن صارت بطلت صح، كان عليها هون صح، الآن بطلت صح. يعني هو حيسوي في الكود المكتوب الحالي بعد ما ينفذ البلينك حتنفذ لمرة واحدة فقط. خلينا نشوف، هاي بلينك، الآن بضغط، لاحظ ما سوى بلينك. طيب أنا إيش بدي أعمل بعد ما يسوي هذا الحكي؟ بدي أرجع أعمل ست مرة تانية لنفس هذا الشيء، دبليكيت، بدي أقول له صح. ولكن ما بينفع أحط على طول هاي بعدين يعني غلط بعدين صح، فولس بعدين ترو، لا بقول له ديلي، نطفي الكابس، ديلي، ممتاز، أوصل هاي هون وأقول له 3 ثواني. ممتاز. الآن خلينا نشوف إيش راح يصير. تمام، الآن أنا سويت بلينك، لاحظ عمل لي بعد 3 ثواني من عد للثلاثة. خلينا نشوف، هاي بلينك، الآن بضغط مرة ثانية، ما في، عمل لي بلينك. ممتاز، صار عندي كول داون للبلينك، كل 3 ثواني مسموح لي بلينك واحد. ممتاز جدا جدا جدا. هيك كتبنا الكود تبع البلينك تبعنا، حطينا له الشرط، حكينا له بكل اذا هذا صح نفذ لي غير لي موقع الشخصيه، الشخصيه بتتغير 1500 سنتي يعني 15 متر، وبعدين بعد ما تغير موقعها وقف، حط علامه خطا على 3 سكند، وبعدين انتظر 3 ثواني وارجع اعملها صح مره ثانيه. ممتاز جدا جدا جدا. طيب الان سوينا هاي الاشي، باقي عندنا مشكله المكعب هذا، المستطيل هذا اللي هون، لما انا العب هذا المكعب اللي بيلحق فيه الابيض هذا اللي حطيناه في العالم، هو بيمشي صار يختفي، وصار اذا انا كنت هون وسويت بلينك بسوي بلينك معي بغيب، بتصادمش معه. فانا شو لازم اعمل؟ لازم اروح على ملف البلو برينت تبع الجسر وافوت على فيو بورت واضغط على هذا. المره هاي راح نسوي حركه، راح نكبر حجمه. ممتاز جدا. الان البلينك تبعيتنا، لاحظ انه انا عندي بلينك راح تصير الان هون، القطر هذا انا كبرته 4000، فما عندي انا اصلا بلينك بالحجم الخرافي هذا. لاحظ انت القطر تبعه هون 4000 تقريبا، ولا انا عارف اذا انا قست صح ولا لا. خلينا نيجي هون وناخذ نظره من التوب ونقيس 2000 2000، ما عندي بلينك انا اكثر من 2000، ف100% راح يتصادم معه. طيب خلينا نجرب الآن، بدي أعمل كل بلينكات. لاحظ الصندوق صار كبير على اليمين، الآن أنا تصدمت عادي. لو أنا الآن على الحفة على الحفة على الحفة سويت بلينك، أكيد كمان لاحظتوا إنه الصندوق لسه موجود، وراح يتم تكرار الجسور إجباري مهما عملت أنا من بلينكات. ممتاز جدا جدا جدا، صار عندنا البلينك وبطل ما عندنا مشكلة لما أعمل بلينك إنه الصندوق اللي على اليمين راح يتصادم مع الصندوق الكبير، وأمورنا انحلت، وصلنا حطينا كول داون 3 ثواني للبلينك تبعيتنا إنها تصير موجودة في اللعبة. ممتاز، هيك بكون خلص هذا الدرس. خلينا بس نحط نرتب شغلنا، نمسك هاي كلياتها، نكبس حرف سي ونكتب بلينك ونعطيها حجم 40 مثلاً. اوكي ونكبر هاي شوي عشان نعرف انه هذا كود البلينك تبعنا. ممتاز جدا جدا، هيك شغلنا منظم مرتب وكل امورنا ممتازه. يلا بشوفك الدرس بعده في امان الله، مع السلامه.